ماذا تعرف عن متلازمة ستوكهولم؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ نعني بملازمة متلازمة ستوكهولم عند تعرض الرجال أو النساء للخطف، ثم لا يصبحون قادرين على التحكم في مصائرهم، وينتج عن ذلك رهبة كبيرة من إمكانية حدوث أي أذى جسدي من قبل خاطفهم، ويتلاشى لديهم إمكانية السيطرة على أنفسهم. وبعد وقت ينمو لديهم تفكير حول إمكانية النجاة بإحدى الطرق، وقد تكون هذه الطريقة هي التعاطف مع خاطفهم، ثم تنمو لديهم استجابة نفسية ما تصل بهم إلى حد مساعدة الخاطفين في مآزق يتعرض لها هؤلاء الخاطفين، أو ينمو لديهم شعور بالتعاطف معهم على الأقل رغم ما تسببوا فيه من أذى لهم. جرى اشتقاق مصطلح متلازمة ستوكهولم من حادثة سرقة بنك في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد. في العام الميلادي 1973 جرى في هذه الحادثة احتجاز 4 رهائن بواسطة من نفذوا عملية السطو. طوال مدة 6 أيام، وقد لوحظ أن الرهائن الأربعة بدأوا في التعاطف مع محتجزيهم، كما ألقوا باللوم على الحكومة التي نظروا إليها نظرة العاجز عن تخليصهم. وقد دافع الرهائن أيضا عن تصرفات اللصوص، حتى إنه وبعد انقضاء محنتهم بشهور أعلنوا الولاء لمن خطفوهم ورفضوا النطق بالشهادة ضدهم داخل قاعة المحكمة، وقد بلغ الأمر بهم حد جمع الأموال لصالح المجرمين ومساعدتهم في مسألة الدفاع القانوني عنهم. وقد استغرب المتابعون والمجتمع في ذلك الوقت سلوك الرهائن المتعاطف مع خاطفهم، وأثار مجموعة من التساؤلات حول مدى وجود هذه الظاهرة أو انتشارها. وبعد بحث استطاع الباحثون الوصول إلى كونه سلوكا منتشرا جدا في الحوادث المتشابهة مع حادثة سرقة البنك، وليس سلوكا نادرا كما كان يعتقد. فقد تصرف رهائن آخرون في ظروف خطف مشابهة التصرف نفسه تقريبا مع المجرمين، واعتبرت تلك الحوادث طريقة منتشرة للنجاة من الموقف النفسي الذي وضع فيه الضحايا. هناك أمثلة كثيرة عن متلازمة ستوكهولم. أولا، القصة المشهورة وهي قصة جيسي ليدوغارد. احتجزت جيسي ليدوغارد 18 عاما قبل أن تسلم نفسها لمركز الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد تبين من التحقيق أن جيسي خطفت عندما كان عمرها 11 عاما، بعد أن أدلى شهود عيان بأقوالهم حول رجل وامرأة قاما بخطفها عندما كانت في محطة للحافلات المدرسية. المحطة كانت بالقرب من منزل جيسي التي كانت تقطن في ساوث ليك تاهو التابعة لولاية كاليفورنيا. كان ذلك في 10 من يونيو من سنة 1991، وكانت المفاجأة أن جيسي ليدوغارد سلمت نفسها للشرطة في 27 من أوت 2009، أي أنها ظلت محتجزة في خيمة خلف المنزل الذي كان يقطن فيها خاطفاها فيليب ونانسي غاريدو لمدة 18 عاما. تعاطفت جيسي مع الخاطفين ولم تهرب، رغم أنها وجدت أكثر من فرصة للهرب. وللمأساة، فإنها أنجبت خلال الأعوام العديدة التي قضتها في الخطف طفلين، الأول عمره 11 عاما والثاني 15 عاما، وقت أن سلمت نفسها ولجأت للشرطة. ثانيا، قصة إليزابيث سمارت. خطف كل من بريان ديفيد ميتشل وواندا بارزي إليزابيث سمارت منذ مدة من الزمن تصل إلى 9 شهور، وعُملت بشكل فظ من قبل خاطفها، ولكنها بدلا من أن تكرههما فقد تعاطفت معهما وصنفت تحت مسمى متلازمة ستوكهولم. القصة الثالثة هي قصة باتي هيرست. وقعت هذه الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت ما بين سنتي 1973 و1975 إحدى المجموعات الإرهابية الأمريكية، ولقبت المجموعة نفسها بجيش التحرير التكافلي، ووصفها أعضاؤها بالجيش الطليعي الثوري. وقد قاد تلك المجموعة رجل يدعى دونالد ديفريز، وارتكبت تلك المجموعة الإرهابية أعمال عنف وسطت على بعض البنوك، بالإضافة إلى وقوع قتيلين كما نسبت إليها بعض أعمال العنف. ومن ضمن هذه الجرائم اختطاف باتي هيرست البالغة من العمر 19 عاما آنذاك. الغريب أنه بعد اختطاف باتي هيرست بشهرين، شوهدت ضمن تلك المجموعة وهي تسطو على بنك في مدينة سان فرانسيسكو. وبعد عملية السطو أذيعت سجل مصور لجيش التحرير التكافلي تدافع فيه باتي هيرست عن قيمي تدافع عن قيم وأفكار هذا الجيش، وأعلنت فيه إخلاصها والتزامها بما يقوم به جيش التحرير وقضاياه الخاصة.
انقلب الوضع بعد أن قبض على أعضاء ذلك الفصيل الإرهابي، فقد هاجمته باتي هيرست بشدة ونددت بما قام به من عمليات إجرامية، وأعلن محاميها خلال جلسة محاكمتها أن سلوك باتي مع تلك المجموعة الإجرامية ما كان سوى تصرف من عقلها اللاواعي لتستمر حية. خلال النطق بشهادتها ذكرت باتي هيرست أنها ألقيت في خزانة صغيرة مظلمة معصوبة العينين ومقيدة، وتناوب أعضاء جيش تحالف التكافل الاعتداء عليها جسديا وجنسيا لفترة امتدت لأسابيع قبل أن تشارك معهم في عملية السطو على البنوك والتي اعتقلت على إثرها. ما هي الأسباب التي تقف وراء متلازمة ستوكهولم؟ يصاب الأشخاص بمتلازمة ستوكهولم أو يصبحون ضحية لها وفق الظروف التالية: أولا، كون الشخص المخطوف على ثقة بأن خاطفه يرغب في قتله أو لديه القدرة على ذلك. انقطاع التواصل بين الرهين والعالم بحيث لا يكون على صلة بأحد آخر غير المجرم الذي اختطفه. ثالثا، وثالث الأسباب التي تقف وراء متلازمة ستوكهولم، هو يقينه باستحالة الهرب. رابعا، اهتمام الرهين والخاطف ببعضهما وشعور الرهين أو الشخص المختطف بأن الخاطف يعامله معاملة في منتهى اللطف. ما يعاني منه ضحايا متلازمة ستوكهولم؟ أولا، الوقوع في وضعية العزلة الشديدة، الاعتداء عاطفيا وجسديا على الشخص المختطف أو الضحية، الزواج القسري من الضحية وممارسة العنف من أجل قبوله هذا الزواج، من يقعون ضحايا لمسألة زنا المحارم، سوء معاملة الأطفال قد يجعلهم يصابون بمتلازمة ستوكهولم، الأسرى في حالات الحرب، ومن يقعون ضحايا لما سقنا أمثلة عنه وهو الاختطاف. هذه الظروف السابقة وضحاياها قد يتصرفون طبقا لمنطق النجاة بدعم الخاطف أو التوافق مع مطالبه حتى لا يصابوا بالأذى الجسدي أو المعنوي.